والحين ان شاء الله نراويكم اللوجو الجديد. احب ابارك للاتحاد القطري لسيارات الدراجات الناريه على هذا اللوجو الجديد، واللوجو الجديد ما شاء الله يعكس صوره جميله لرياضه المحركات. اللوجو يمثل الحركه ويمثل السرعه، والالوان طبعا اللون الرصاصي ولون الاسفلت، واللون العنابي هو لون قطر. ونحن نكون كلنا سواء من رئيس اتحاد او وزير شباب والرياضه ومدير حلبه الوسيل والمتسابقين خير ممثلين لهذه الرياضه، وأننا نطلع بصورة حلوة مع اللوجو الجديد.